أحسن الله إليكم. يقول السائل الشيخ صالح حفظكم الله، يقول الأصوليون بأن كلمة من السنة تختلف في العهد النبوي عن المعنى الاصطلاحي عند الفقهاء وعلماء الأصول، ما صحة ذلك؟ السائل ما فهم هذه المسألة. قول من السنة هذا له حكم الرفع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي أو التابعي من السنة كذا فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما السنة عند المتأخرين والسنة عند المتقدمين، السنة عند المتقدمين يريدون بها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، والمتأخرون أيضا يريدون هذا المصطلح، ولكن قد يطلقون السنة على الشيء المستحب، قد يطلقون السنة على الشيء المستحب المندوب. نعم.